يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. فتحت عيوني بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أبدا والله لن ننسى الحسين، أبدا والله لن ننسى الحسين. إنه وعد ووعد الحر دين، إنه وعد ووعد الحر دين. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبائي المشاهدين بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. اليوم أيها الكرام نحن في هذا المضيف المبارك، مضيف السيدة الطاهرة أم البنين سلام الله عليها في مدينة المحمرة وآش الإمام السجاد سلام الله عليه. 10 جذور إن شاء الله راح تطبخ باسم الإمام السجاد، راح توزع غدا في الساعة 6 صباحا إن شاء الله تعالى، توزع على خدام الحسين باسم الإمام السجاد سلام الله عليه. تعالوا معي كي نتعرف على الخدمات المقدمة في هذا المضيف المبارك تحديدا في يوم استشهاد الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. المن لابو اليمة لابو اليمة، فقال القلب غذيني فهذا الحب ينجيني. يكفيني فخرا يكفيني الله الله لحسين أفنيت سنيني. يكفيني يكفيني فخرا يكفيني أفنيت سنيني. قرأت إلى الشاعر الوليد وخادم أهل البيت هيثم سعود الكرم. فتحت عيوني متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من مضيف السيدة أم البنين سلام الله عليها وعاش الإمام السجاد سلام الله عليه. تسمية أخرى يسمونها أخواننا بالعراق شلة الإمام السجاد، أيضا هاي تسمية معروفة. معنا أيضا أيها الكرام أستاذي وعزيزي خادم أهل البيت، الخادم المتواضع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأخ عباس أشرفي أبو زهراء. السلام عليكم. عظم الله أجركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الإمام السجاد ما شاء الله لسنوات وسنوات عديدة، جاي تشرفون بهذه الخدمة في هذا المضيف المبارك قبل أن يصير المضيف في هيئة خدمة أهل البيت. كم جدر الطبخون تحديدا للإمام السجاد سلام الله عليه؟ احنا هسه سنة 19 سنة عم نطبخ شلة الإمام السجاد عليه السلام. يعني من البداية بدينا من جدرين، تالي صار 4-6، حاليا هسه 10 جذور عم نطبخ بالمضيف أم البنين. يعني أول سنة نطبخ بالمضيف أم البنين شلة الإمام السجاد. بما أنه المضيف جديد يعني قيد الإحداث بعد إن شاء الله، يعني قريب سنتين يعني بدينا بالبنيان المضيف أم البنين. هسه حاليا الطبقة الأولى بعد، يعني هسه هاي حاليا ماشي. شنو المشروع هسه؟ خلي شوية نعوف آش الإمام السجاد نرجع له. مضيف السيدة أم البنين سلام الله عليها، شنو المشروع بالضبط من الألف للياء؟ مضيف أم البنين يعني
الطبق الأولى تصير الحسينية، طبق ثانية تصير كلاسات الصفوف شان الشباب دراسية، وطبق ثاني ثالثة يصير شان مستوصف شان زوار شان سويتات يعني نسوين وطبق رابع شان مطبخ شان المضيف إن شاء الله. بما أنه المحمرة أرض مقدسة أنا قلتها أنه تقدست برجلين زوار الحسين سلام الله عليه، الطريق الموجود لزوار الحسين يعبرون منه على الشلامشة، فهذا المكان راح يكون شنو؟ مكان استراحة للزوار. هنيئا لكم. بعد شنو الترتيبات اللي موجودة حاليا بالمضيف وشنو النقوصات اللي موجودة؟ نقوصات يعني فعلا حاليا الأول طبقة شوفون يعني حد صقف أول واصل، إن شاء الله نبتدي شان طبقة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. إذن هذه رسالة للمؤمنين عبر الشاشة المباركة إن شاء الله، أنه مضيف السيدة أم البنين بحاجة إلى دعمهم إن شاء الله المادي والمعنوي. هسه اللي ما يقدر بالدعاء يرفع يدي إن شاء الله باسم السيدة أم البنين مو باسم أي شخص هذا المكان. بارك الله بكم وجهودكم. خلينا نرجع إلى طبخ الشلة، طبخ العاش، هاي العادات والتقاليد اللي موجودة منين اجتنا بالضبط للإمام السجاد تحديدا؟ والله يقولون إمام السجاد ما قلت شان بعد يعني هاي الطبخ شلة، احنا 19 سنة عن نطبخ أمان أكو بحرين جريب 250 سنة عن نطبخون بالكويت بلندن كربلاء طهران قوم اصفهان كاشان ياز مشهد، يعني كل سنة عن نطبخون. هسه احنا يعني بدينا 19 سنة عن نطبخ شلة الإمام السجاد، هاي الشغلة اللي عرفت للإمام السجاد يعني كل مدون يطبخون عاش هاي الليلة الإمام السجاد الكربلة نجف لندن أهالي كربلة طهران قوم إصفهان كاشان مشهد يزد والمحمرة. أكو شخص عزيز على قلبك أنا أدري بيه طبعا وهو يساهم وساعد بناء المضيف، تحب توجه له تحية؟ أنا ما أجيب اسمه أنت. أخونا أبونا سيد حسن رادود الله يحفظه، وهو بدأ أساس المضيف أم البنين. حسنت موفقين إن شاء الله. أبو زهراء طبعا شوي باللغة العربية ضعيف أخواني بس أنا راح أساعده، سيد حسن الرادود الله يحفظه هو اللي بنى أو بدأ بأساس هذا المضيف، هو كان المشجع والدافع إنه إن شاء الله أنه أبو زهراء الله يحفظه وخدام الحسين اللي موجودين يواصلون الخدمة الحسينية ويكون هذا المكان اللي يشوفونه منارة إن شاء الله في مدينة المحمرة لجميع خدام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أشكرك أستاذي وبارك الله بك، لا تنسون فاضل دعاكم. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين وهذه التغطية من مدينة المحمرة ومضيف السيدة أم البنين سلام الله عليها. إمامي ومرمي بحبه فدا روحي وفدا نفسي أرسل الليل عشق سورة محبة بقلبي محفورة ودليلي متواصلين معكم أحبائي المشاهدين ومضيف السيدة أم البنين وهذه الخدمة المباركة. معنا أيضا أحد خدام الحسين في هذا المضيف المبارك خادم الحسين الأخ جواد أبو كرار، حياك الله حبيبي الله يحفظك الله خليك يعظم لكم الأجر حبيبي خادمك بارك الله بيك. شلون تشوفون الخدمة الحسينية في هذا المكان المبارك؟ والله الخدمة حلوة، متواصلين مع جماعة شباب كلهم يخدمون والسجاد، وهاي العاش كل سنة صار لنا تقريبا 19 سنة قاعد نخدم هنا ما شاء الله. إيه وبخدمتك بارك الله بكم موفقين إن شاء الله. الجو كلش حار والرطوبة مرتفعة يعني هواي، هذا يحبط من عزيمتكم يوقفكم عن العمل لو ينطيكم دافع أكثر ما يهمكم هذا الشيء؟ يعني إيش أقول لك، واحد يحب أكثر يخدم بهالجو وهالشيء على مدى الثواب ماله، وهاي قد ما تتعب أكثر. إيه نعم 100% أجر أكثر. كم جدر تطبخون هنا؟ هنا هسه حوالي هنا سنة تقريبا 10 جدورة،
ويعني كان انا اكثر بس على مود شويه شقلك على مود هاي المرض الكورونا وهاي شويه قللناهم، بس احنا كان عندنا 25 30 جدر كنا نطبخهم. اي عندنا برمضان هم عندنا تقريبا هالسنه برمضان طبخنا 45 طن هريسه. ما شاء الله اي ما شاء الله. التوزيع بأي ساعة راح يكون؟ التوزيع ان شاء الله صبح الساعه بالستة صباحا. اي نعم احسنتوا خدمتك حبيبي، رحم الله والديك ان شاء الله، رحم الله والديك. العشق سوع محبة بقلب محفور ودليل الخير اللي بلور ويموت ويحتي بنور هو المخلوق من نور أنا يكفيني فخر الله لحسين أفنيته يكفيني يكفيني فخر متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من مضيف السيدة أم البنين في مدينة المحمرة. مثل ما ذكرنا مسبقا درجة الحرارة جدا عالية، ولكن احنا اليوم جايين أيضا نشرف ويا خدام الحسين ونوقف وياهم شوية نصبصب عرق على مود شنو تصير بركة إن شاء الله إنه وللمؤمنين اللي جاي يشاهدوننا إن شاء الله عبر هذه القناة المباركة. معنا أيضا أحد خدمة أبي عبد الله الحسين في هذا المضيف المبارك أحمد أبو ناصر الخصرجي، حياك الله أخوي. سلامكم الله، سلامنا، عظم الله أجورنا وأجوركم. بارك الله بكم. رحم الله والديك. خدام الحسين القديمين في مدينة المحمرة لا صحة العبارة، الله يرحم روح والدك حجي ناصر حسين الساقي عطاش كربلاء، ترعرعنا في هذه الحسينية، كبرنا على إيد الوالد رحمة الله عليه. جزاكم الله خير، الله يرحم روح جميع خدمة أهل البيت، والله يحفظكم إن شاء الله في هذه الخدمة والتواصل والتصوير، جزاكم الله خير. بارك الله بك. سلمكم. أبو ناصر حبيبي، إحنا سألنا الأخوة عن نوع الخدمة وطريقة الخدمة، لكن اليوم أريد أسألك تحديداً عن طريقة طبخ الآش. شنو الطريقة اللي تستخدمونها؟ شنو المواد اللي تستخدمونها؟ البقاليات الموجودة به، نفورهن أول، كل واحد بوحده. عندنا التمن. التمن هم كذلك أول تنظيف ماله والغسل ماله ونخليه بالماء الحار على ما ينطبخ. بعد ما نطبخ البقاليات مجموع البقاليات اللي عندنا نخليه بالقدر ويا التمن ونشبشه. اي نعم. بارك الله سلام. توزيع راح يكون الستة الفجر بعد أذان الفجر إن شاء الله. إن شاء الله. شنو غاية الناس من يجون يأخذون هذه البركة؟ شنو الغاية بالضبط؟ بركة إمام السجاد، بركة أهل البيت. للشفاء. الناس تجي هنا ما هي جواعة، يعني جوعانين ويجون ياخذونها، يجون هنا بركة. بركة باسم إمام السجاد مريض وعلي الكربلاء، أكثر الناس اللي يجون هنا عندهم مرضى وياخذون هاي البركة للشفاء. سلم. أضم صوتي إلى صوتك وأسأل الله بحق الحسين بكرامة الحسين بكرامة الإمام السجاد أن يبعد عنا هذا الوباء إن شاء الله ببركة الإمام السجاد سلام الله عليه. أبو ناصر أشكرك ولا تنسانا فاضل دعائك، ممنون قلبي أنت، أحسنت، بارك الله بك. أغلى من عمري خدمت بنظمي وأشعاري وشنو نظمي وشنو شعري عشان يتخضى ويتقبله قبل نحر انقطع نحري لو انت سعى لها الأمة سعيها بمن سهل همة وخدم تصبح لبول يمة ما توفي قال
متواصلين معكم أحبائي المشاهدين ومضيف السيدة أم البنين وشلة الإمام السجاد أو آش الإمام السجاد. معنا أيضا أحد خدام الحسين في هذا المضيف المبارك. السلام عليكم عم بعقيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم المصاب الإمام السجاد وأنا بخدمة. بارك الله بك عم بعقيل. بارك الله بك. الشط علينا أمتار كورنيش المحمرة والجو رطوبة مو رطوبة رطوبة الرطوبة مثل ما يقولون شرجي قوي. شنو جاي تحسون وأنتم جاي تخدمون الإمام الحسين وابن الإمام السجاد في هذه الليلة تحديدا؟ والله الحمد لله على هاي الخدمة وهاي الخدمة ما يعني دعوة من أهل البيت والحمد لله على هاي الدعوة الذي احنا جينا هنا وقاعد نخدم والخدمة ماكو أحسن معدها. أي والله العظيم توفيق والحمد لله والشكر. بالأيام العادية بعملك المعتاد شغلكم العادي اللي تشتغلونه يومين يطلعون الصبح على باب الله وترجعون، خلي نوضح أكثر للسادة المشاهدين، إذا يوم هيك رطوبة تروح للشغل ولا لا؟ والله أنا أكثر الأيام أعزل. أي والله العظيم. أي والله. شنو الدافع اللي يدفعك اليوم بهالرطوبة هاي جاي؟ غير حب أهل البيت وحب الإمام السجاد، وإحنا هاي تقريب 19 سنة جاي نطبخ هذا العاش الشلة مثل ما تقول وأنا بخدمة. رحم الله والديك آغات. الشباب اللي وياكم شلون جهودهم شلون نشاطهم بهالأجواء الحارة هاي؟ والله الجهود والنشاط يعني مو قلبا ما هو شغلوا له حبا لأهل البيت يجيبهم هنا بس هاي حب أهل البيت. والله هذا الجو ما ينحمل هسه احنا حوالي لابد أقول لك عندنا بالخمسين 55 درجة حرارة وهيتا الشات تشوف العرق والحمد لله والشكر آغاتي. رحم الله والديكم رحم الله والديكم. محتاجين دعاء محتاجين دعاء. أحسنت أحسنت عمي. سمحة تزيل البال بويت مسحة شفيعي من لضى النار بيوم الحق شريع أحميني يكفيني حصيت عمري مضى من بقى من شفت. نعم أحبائي المشاهدين في نهاية هذه التغطية هناك كلمة يحب يقدمها مسؤول مضيف أم البنين خادم الحسين الأخ عباس أشرفي إلى خدام الحسين في المضيف. جزاهم الله خير. نشكر من خدام الحسين إن شاء الله ماجورين والله يعودكم كل سنه. بارك الله بكم يا خدام ابي عبد الله الحسين. تحبون توجهون نداء عبر هذه الشاشه المباركه ان شاء الله؟ نداء خدام ابي عبد الله الحسين وشعار خدام ابي عبد الله الحسين. احنا غير حسين ما عندنا وسيله والذنوب هواي كفتها ثقيله سد المنيعة هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب هواي كفتها ثقيلة واحنا غير حسين ما عندنا وسيلة. أحسنتم بارك الله بكم. نعم أحبائي المشاهدين بهذه الأصوات الولائية الحناجر التي تصدح بحب الحسين أختم هذه التغطية من مدينة المحمرة ومضيف السيدة أم البنين سلام الله عليها. ألتقيكم في برامج أخرى. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري ويبقى النداء لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين.